ما حقنا حمادة ما ادري ما حد ما في هذا كان مقطوع كان لون اللحم عليكم السلام عين الله السلام المتطوق تعرف نديروا عليه فيديو دعايه الحكه على 15 دينار وصلنا منه على السلام السلام قلت لهم هذه الحكه توصلك على 11 ونص انا بروح تو كيف وصلت انا وتقعد انت تخلي فيه قريب ربع ساعه ويطلع اللي بعده ثلاث ايام هو الله اربع ايام ان شاء الله خيرك حتى ناخذ ارجع الشاي والحق هيك حبينا المشاركه لانه شفناه رالي في فزان وهدف لم الشمل وحبينا نشاركه ودرنا حمله تذوق للشاي الاخضر باعتبار الشاي الاخضر هو اصبح جزء من الموروث جزء من الموروث البدوي عندنا في فزان وساهمنا قمنا بحمله تذوق لاشهار الشاي هو اصلا معروف يعني ولكن حبينا ان نشاركه به ونديروا بصمه في الرالي وشاركنا اللي هو بعده اصناف حمله تذوق زي شاي الاهقار وشاي القافله وشاي تينيري وشاركنا بعده اصناف والحمد لله وان شاء الله ربي يوفق المشاركين وان شاء الله ربي يحميهم لان في صعوبه في الـ في الـ في, الـ في الطرقات وان شاء الله ربي يوفق الجميع. طبعا احنا فاتحين في الشاي مجانا يعني للجروبات بالكامل وللمشاركين وللجمهور وإن شاء الله ربي يوفق الجميع إن شاء الله.